Ma compreia bien, porque... السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع مورايد. بحال ديما هاد النهار غادي يكون عندنا في هاد الفيديو هذا تي ماكس اللي ما غريباش عليكم، اللي كنت درت له تيست رايد موفي ستار. هذا الفيديو اللي كنت حطيت، الفيديو اللي لقى تفاعل كبير ديال خويا منتصر. مشاو عندهم خرجوا دويره، واقيلا غنطلعوا لي فران ولا ما عرفوا، المهم مشاو نتلاقاو. راه مشى سبقوا لواحد القهوه على ما يجي عندي ونكملوا لا فيديو. يلا نتلاقاو من بعد الانترا. ايوا فينا هو مول تي ماكس الزرقاء؟ فينا هو مول موفي ستار؟ تعطلنا عليه ومشى. يمكن درت معاه غير هنا، درت معاه هنا. ما فينا هو؟ هاي 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 لو بلو الزرق. دابا هاديك التكاية كتزيد السرعة، كتولي كطير نورمالمون. شحال تتشد هي؟ هادي؟ ياك كتكون لك حرام مالوصي. حيت امبريزا تبريباري ولا تتهز. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال صعب، سؤال يراودني. أقول لي العربي بطبع في جا. لماذا نحن هنا؟ تي ماكس بعد الكاريناج هذا باش تمريضه بالكاريناج، خصك تجوستي هنايا، خصك تجوستي هنا من جاي تتحمق. كاريناج ديالك كان مرضنا يعني. شي بكاسك اخويا جا تبان ناضي. الكاسك تيبان ناضي احسن من الكاسكيط، عما تتبغيش ديرو صاحبي. انا درتش والله الا تتبان معيب. الموتور هي هادي اللي درت دابا، ديك التسارع ديال تزود الرابور. تي ماكس فيها هي، مابقاش كتبان والله ما تيبان. فين هو؟ وقف، عرف علاش وقف؟ مالك؟ ارتاح. شنو؟ قطعت الكواد لومبريا 100%. ويلا ويلا ويلا. علاش الفيتاس وعلاش تي ماكس لا؟ مالها تضرب في خواه؟ لا ما كسيريتش سمعت، كون كسيريت سمعت كون جيت انا الموطور في الارض. علاش تجي في الارض؟ كتشد الفران، خاصك تقطع. تقطع دابا؟ شد الفران؟ طلع الفيديو. ها تبلوكا. صح صح صح. ها 100% تكون تقطع أكثر الكروة الأخرى. الكروة تدير 500 درهم ولا 600. 800. 800. شي هاد الطرف هاو. صاف صاف صاف.
شوف راه كيكون من هنا ومن هنا كتكون فيها عديره ثاني من راسك ثاني كرو كتقطع ليا عندك لومبريجات فيهم شي مشكل شوفي اخر مني ما جيت صاحبي بكري كنقول لك راه الروتار مزيان ماك جينا مال هذا ويلي خليها هكا دايره الفوق كتجي مديكوريه شويه هاك انت ما كاينش ضرك الا درتيها صاحبي ما عندك ما دير شوف اي حاجه توقع من الخير من الخير ما تعرفش كاع شنو كاين انا غندفعك بالعقل تنقلبوا على الفيديو ديال اليوم ها هو جا الفيديو ديال اليوم في الطريق غادي لك الشوع وزيد اصاحبي واش انا نقدر نقلعها راه ما نقدرش نقلعها في الطلعه اصاحبي الموتور مشي باش كيطلع وفينا هو هذا الحديد اللي متريني واش الموتور باش خايب باش شي الكومبان ادفع ما فيك نفع بنادم بقى يراقب الحديد ديالو الدري صاحبي تقطعت له الكروه الدري صاحبي تقطعت له الكروه ديال الداخل حتى ما كتفاجئش كراوي اللي على برا اللي معروفه اللي غاليه وحده اخرى الداخل ديال لومبرياجات فيها السنان من جوج جهات تكون كدير شي 800 ولا 700 درهم على حساب هذا فين تقطعت له غير مؤخرا وعاود دابا تقطعات له مره اخرى اذا راه عنده شي مشكل اللي جا قطع له نورمالمون انا كنت هنا في تيماكس دوز عندي عامين ما مرات تقطعات لي لا كروه لا برا لا داخل يعني ديما انا كنت كتقطع لك الكروه دغيا عرف راه عندك شي مشكل المشكل سيت تقاد دابا خد الكروه ويخدم الموتور مزيان يمشي ما كان انت تقطع له نوصلو عند الدريري صاحبي اللي كان كيصاوب لها التيماكس راه معلم فيها هو غادي يقول له شنو هو المشكل منين جاي هاد التقطع ديال الكروة تندفعو بالفيتاس هو ساهل يكون اسهل الا كان التيماكس دفع الفيتاس حيت هادي اوتوماتيك وكدا ماشي بحال فيتاسات دواز ودياسك وكدا ماشي مشكل تجيبها ملتاج وكيحتاج فين هاد تي ماكس تمسخات دخل تي ماكس خرج شنو هذا سيماتي ولا شنو اكريك زي السميات ديال الجابون معروفهمش ويلي دايروا اللوطا ايكول صافي لا بغا شي واحد يدوز البيرمي دير لهم بوم بخي بصح لا جاو من عندها بيرمي ديال الموتور تقول لهم ولا تيجيو تفاهم معاهم تيجيو داك الشيء بقى بريفي صافي راه خو نضربوا باش دويره نشوفوا هذا الايكريكس انت شي خرج موتور بلي سيروس صاحبي الله يهديك نايلا كراش بار خصو يدير له هنا شي جلدات باش ما بقاش سندري واش تي سترايد شي نهار لهذا شوف فين دايرين هاد الليد هذا ولا الضوا داك راه الفول اوبسيون راه جي تي اي هاد الشيء اللي مسخيط الوالدين هاي 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 ما بيهاش شي واحد اللي بغا يبدا بشي فيتاس يبدا بهادي زعما راه ناضيه نسولو على الثمن حتى هي فيها بروميال لتحت وداك الشيء للفوق هاي هاي لي رابور تيبانو في الطابلو انا ما عنديش هاي سيارة التعليم الرشيدية او ماي جاد ها شحال وصل هادو جداد 3 مليون ونص هادو 3 مليون ونص فين بوالز بالباليزات ديالو داكشي
ما قنعنيش بهذا الثمن. صحابنا يكون داير شي جوج ولا جوج ونص نقول مزيانه، مي 3 ونص بزاف عليه. مزيانه اخو الله يسخر. صافي هما يجيو عندك الدراري ونقصلهم. اه لا قالوا لي ما نقصيلهمش، نعاود ندور عندك خلقاكم بار في الخدمه ما ندفعكش. صافي يلا حتى الله. صافي اي صافي ما تنطلقوا. يلا بسلامه اخوتي. ها انا دابا دابا سوقيت غنت قبيلات كنا قبيلات نخرج معاك اخي منتصر. دابا سمحوا لي لقيتو شنو النيفو ديالي اسمحوا لي. علي عندك اي واحد تسمى موتور بحال الغازيلا بحال 800. هاد الباسيون ما عندهاش وراقبوا اخوتي الماتيريال ديالكم قبل ما تشدوا الطريق. الدري راه فاش سولتو قال لي الكروه اللي تقطعت له دابا، قال لي كانت تقطعت له الدوراجين في لوطوروت، وفاش مشى دار الكروه اخرى عطا غير واحد السيكليس كروه عاديه زعما عطا له واقيلا فابور كاع ما خلصوش. قلت له بنيتك قلت له كروه فابور ولا ما خداماش ولا عطاك ب 300 وهي معروفه تدير اوكازي ب 800 درهم 700 انت غاتديها هكاك وغادي توقع منها غاتخدم لك. قلت له بطبيعه الحال. قلت له راه هذاك الشيء علاش يعني ما استغربتش كون قال لي شريتها وكذا ويلا شري دوزات وتقطعات غتجي في شكل. لحقاش انا عندي عامين ونص وما عمرها تقطعات ولا برا ولا الداخل. اخوان انتم تتشوفوا انا فيديو كيفاش خرجات، كنا عوالين نخرجوا ان شاء الله نضربوا دويره في افران ونساريوكم تما. افران دابا راه غتكون كامله بيضاء مع الثلج طاح والبارح يعني ما كتبش من الخير. تقطعت الكواد خويا منتصر مسكين مقلق. قلت له يعني يا صاحبي قلت له ما تعرف شنو كان مكتب لينا شنو كان غيوقع اصلا كون مشينا ولا شي حاجه. قلت له هذا الشيء راه من الخير وفعلا هذا ما كان اخوتي في هذا الفيديو. والدري راه عندهم اوطو ايكول معروفه هنايا في مكناس اوطو ايكول الرشيديه راه عندهم شي اربعه وراه هضرت معاه شخصيا زعما ابار كاع داكشي اللي في الفيديو راه قال لي والله تنقد معاهم حيت الدري موطار يعني وراكم عارفين الدري موطار غيجي عنده واحد اللي عاد غيدوز بيرمي وعنده حتى هو يعني كما قلتو تيحلم حتى هو بموطور كبير هادي. قال لي ان شاء الله والله تنقد معاهم. قال لي الثمن اللي ما يدير معاهم حتى شي واحد. المهم تنهضر على صحاب الماطر وانت داكشي الاخر اصحاب الطوموبيلات الكار كاميو يا كامرضي. شوف غير موراك اخويا شوف غير موراك ودير هاد الحركه. المهم اخوتي اللي بغى شي حاجه راه عندهم انستغرام تا هما ديالهم ديال الاوتو ايكول انا نخلي لكم هنايا. وهذا ما كان اخوتي في هاد الفيديو وما ننساش نقول لكم واحد الحاجه. الفيديو الجاي غادي تكون كملات الشهر على اخر دويره مع مراد الدرج. اذا خصني ندير دويره مع مراد وحده اخرى مي مازال ما عرفتش اين مدينه غنديرها ولا اين بلاصه يعني. دوزو عندي الانستغرام دوزو عندي الانستغرام بقاو معايا على القرص تما فين غادي تعرفوا اين مدينه غادي ندير هاد الدويره مع مرايد. واش غنعاود نديرها في مكناس واش غنديرها شي مدينه اخرى مازال انا براسي ما عارفش على حساب الوقت ديالي وعلى حساب هاد الشيء يعني. دخلوا عندي الانستغرام وتما غتعرفوا شنو كاين غتكون اكتيف فيه. ولي لايك ديالكم اللي ما دارش ابوني دخل يديرها اخوتي باش يتفرجوا فيه بزاف ديالي ما داريش ابوني. وانستغرام ديالي ها هو وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.